لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. لم تكتفي الحروب ومفخخات الإرهاب والكواتم بقتلنا، بل شاركتها وعلى مدار سنين طويلة طرق الموت في العراق، في المحافظات، الأقضية، وحتى في داخل المدن. ربما لهذا لا نستغرب أن يكون الموت هو الحصاد المجاني لأرواح بريئة تزهق يوميا ولأسباب شتى، واحد منها تقادم الطرق وتهالكها وكثرة المطبات فيها والتكسرات. فإلى متى يستمر هذا القتل العشوائي للمدنيين؟ وإذا عرفنا أن عدد ضحايا الحوادث يضاهي وربما أكثر من ضحايا الإرهاب، فلماذا لا نجد اهتماما برصد أموال للانتصار في حرب الطرق كما نرصدها للانتصار في الحرب ضد الإرهاب؟ نناقش هذا الملف بعد فاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نرحب بضيوفنا المهندس سعدي عبد الرضا، مدير مديرية الطرق والجسور في بغداد السابق، حياك الله. أهلا ومرحبا بك ضيف كريم. وأيضا نرحب بالمهندس عدنان أحمد مظلوم، الخبير في الجسور معنا عبر سكايب. سيد عدنان إذا تسمعني بوضوح أحييك. نعم أهلا وسهلا، أهلا بك وبضيوفك الكرام. أهلا ومرحبا، حياك الله. نعم من تركيا. سيد سعدي، خليني أبدأ مع حضرتك. وأنت كنت مدير سابق لمديرية الطرق والجسور في بغداد وأيضا في ميسان، وأنت خبير على مدار 40 عام تقريبا نقول بهذا المجال. دائرة الطرق والجسور اليوم متشعبة بعد أن حصلت هذه التقاطعات فيها، هناك دوائر متعددة للطرق والجسور في عدة مؤسسات، دورها وفي ظل هذا التشعب كيف يمكن أن نحدث أي إعمار أو أي تطور بهذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أرحب بيك وبالأستاذ أستاذ عدنان، نتمنى أن يعني يعود بالسلامة إن شاء الله. الطرق والجسور عانت ما عانت من اضطهاد حكومي، أنا أقول عليه، لأن كانت مؤسسة تحولت إلى هيئة، بعد الهيئة تحولت إلى دائرة. مع العلم أكو دوائر ما لها كل واجبات بقدر واجبات الطرق والجسور، فهي مؤسسات وهيئات وأرصدة وصلاحيات، بينما هيئة العامة للطرق والجسور أو المؤسسة العامة للطرق والجسور هي مرتبطة بأرواح الناس ومرتبطة بتطور البلد ومرتبطة اقتصاديا وماليا، وكل الأمور اللي تتعلق بالطرق هي تديرها المؤسسة العامة للطرق والجسور. حولوها إلى هيئة، من تحولت إلى هيئة استكثروا عليها الهيئة سووها دائرة. وهذا مو صحيح. شنو الأسباب؟ هو بعد سيدي الدولة ليش يسوون يعني؟ وشو أستاذ عدنان عنده خبرة أكثر من عندي بهذه الأمور. أستاذ عدنان خبير بالطرق، وكانت الطرق زاهية على كان مدير عام طرق والجسور. مسؤوليتها بإعمار الطرق اليوم بالعراق، وهذه المشكلة اللي يمكن نشاهدها اليوم بشكل جلي، الحوادث المرورية اللي تصير، حوادث الموت على طرق الموت كما يسموها في الطرق الخارجية بالأقضية والنواحي، وحتى داخل المدن عندنا طرق تستحق أن نسميها طرق يعني موت. ست ختام، أول شيء إحنا لازم نفرق بين الطرق مع الشوارع داخل المدن اللي هي مسؤولية البلدية، وبين الطرق الشريانية والجسور والأنفاق اللي هي مسؤولية الهيئة العامة للطرق والجسور. زين، إحنا بالنسبة لنا مسؤوليتنا على الطرق الشريانية اللي تربط بين المحافظات. فمن جاء قانون 21 نقل الصلاحيات جزأ هذه الدائرة وحدد من إمكانياتها، وخاصة طرق بغداد. هسه بالوقت الحاضر أنا كنت مدير طرق بغداد، فكان الكادر في معيتي سواء المحافظة أو وزارة الإسكان والتعمير، فما أبين الفرق يعني، لأنه اثنيناتهم أنا أقودهم. فمن طلع التقاعد المحافظ جاب مدير طرق من المحافظة، وعندنا مدير طرق من الوزارة، فهسه صارت المكاين مال الصيانة وين؟ بالمحافظة. والكادر اللي يشغل المكاين بوزارة الإسكان والتعمير. فهاي واحدة من الأمور اللي أدت إلى هبوط أعمال الصيانة، بالإضافة إلى عام 2014 لحد الآن ما سوينا صيانة للطرق، توقفت أعمال الصيانة وتوقفت التخصيصات، ما اقترحوا طرق جديدة، ما فعلوا الطرق المصممة والتصميمها حاضر ورصد لها. يعني لما كانت المديرية قبل أن تصبح هيئة وبعدها إلى دائرة مثل ما هي اليوم، شنو اللي قدمته على هذا الصعيد؟ بالنسبة لنا كنا نصمم طرق وننفذها،
ما نحتاج أي استشاري وما نحتاج أصلا نطلبها رصيد، ولا لأنه كان رصيدها ديوان الرئاسة مفتوح رصيد الطرق والجسور خاصة أثناء الحرب. فكان عندنا مرسم ومصممين وتنفيذ مباشر ومكان ومعدات واستيراد مفتوح للهيئة العامة للطرق والجسور. هاي كلها راحت. سيد سعدي، لكن اليوم من نتحدث بواقعية، احنا من 19 عام من 2003 ولغاية هذه اللحظة افتتحنا جسر، صارت عندنا طرق جديدة، نشوف عدد السيارات يزداد والطرق تغلق، يعني هذه العلاقة الطردية هي بحد ذاتها سببت لنا مشكلة. لا صارت طرق صارت جسور بس مو بالعدد الكافي ولا بالعدد اللي نقدر نشير إلى بالبنان. يعني مثلا محافظة سوى انشأت جسور، أنا كنت مدير طرق ميسان، كان عندنا جسر واحد إذا صار بيه عطل يصير مشكلة، هسه صار ثلاث جسور بيه. عندنا جسرين مع الدفاس ذهابا وإيابا، وجسر في حي سكنيم، وجسر المعلق، فصار أربع جسور هاي بس محافظة ميسان. طيب سنعود ونتحدث عن بغداد تحديدا وباقي المحافظات، لكن أنتقل مرة أخرى لسيد عدنان، أحييك من جديد. أسباب الحوادث والزحام اليوم في بغداد، يمكن إحنا كسرنا الرقم القياسي بعدد الزحامات وأيضا بعدد الحوادث، يمكن بالآونة الأخيرة صارت عندنا حوادث كبيرة على ما يسمى بطرق الموت وخصيصا الطرق الخارجية، شنو أسبابها ومن هي الجهة المسؤولة عن هذه الحوادث والأرواح التي تزهق يوميا؟ تفضل. أهلا وسهلا، أول مرة أرحب بالأستاذ سعدي زميلي وأحد أصدقاء المقربين، وبحضرتك وكل المستمعين الشرقية الكرام وبالقناة الكبيرة الشرقية التي يسمعها الملايين. بالنسبة للحوادث، حوادث الطرق، الطريق للعلم يعني هاي الإحصائيات موجودة وأنا عندي الإحصائيات من سنة 1980. زين. الطريق هو يعني مساهمته 4% في أسباب الحوادث، الطريق أقل ما يكون وهو ليس السبب. السبب هو السرعة والسيارات. زين. السرعة 80% من الأسباب، 80% إلى 90% من أسباب الحوادث هي السرعة. وإحنا نرجع، إذا رجعنا تاريخيا يعني، وما أريد أعقب على الأستاذ سعدي بالنسبة لدائرة الطرق والجسور، دائرة الطرق والجسور من هرم حولوها إلى تمثال، سووها دائرة يعني الناحية دائرة، وهي دائرة مسؤولة عن شرايين جسم العراق. الطرق هي شرايين الجسم، فإذا تمرضت الشرايين تمرض الجسم، وإذا استعدلت الشرايين الجسم ماشي أوكي. وأنا هنا هسه بتركيا بأنطاليا أمشي وكل تركيزي على طرق، وأهم ما أشوف، شوف يعني بالعراق ما عندنا قانون مرور، عندنا موجود القانون ولكن لا يوجد عمل به. السرعة يعني يروحون للبصرة، يعني يصير واحد للبصرة على المرور السريع يوصل بساعتين، يعني يمشي 250 أو يمشي 300، بينما هنا يعني هسه كنت على طريق تقريبا شبه سريع، السرعة القصوى 70. طيب خليني نجيها واحدة واحدة. أول سبب اللي ذكرت اللي تمثل 80% إلى 90، سيد عدنان لو تسمح لي حتى نناقشها واحدة واحدة سبب. أولها ذكرت وهذا ما لا يختلف عليه إثنان، قضية سرعة السائق، يعني ربما تسبب هي الحادث بنسبة 80 إلى 90% مثل ما ذكرت، لكن هذا ما يحتاج إلى نظام، يعني في كل دول العالم. ليش نروح بعيد في إقليم كردستان؟ الطرق توجه بهذا الشارع تمشي بسرعة كذا، الشارع الآخر الطريق السريع، إذا هذه ما منظمة بحركات مرورية بإشارات مرورية الفوضى تصير يعني نتيجة منطقية. الست ختام، العيب ليس في الحادث، العيب في القتلى. يعني كل العالم يحدون من حوادث القتل، يعني في أمريكا مثلا 45,000 قتيل سنويا من حوادث المرور. 300,000 حادث، 300,000. بالعراق آخر إحصائية القتلى عندنا 2000 وعدد الحوادث 8,000، بس يعني كل أربع حوادث تقتل واحد، بينما بالعالم كل 70 إلى 80 حادث تقتل واحد. إحنا يعني الحادث كارثي، الحادث يؤدي إلى قتل فوري بسبب السرعة.
إذا رجعنا أيضا إلى ماذا عن الطرق سيد عدنان؟ يعني إحنا طريق سريع ونشوفه كله مطبات وتكسرات، نطلع على الطرق الخارجية تروح كربلاء، تروح نجف، تروح غير، كلنا العراقيين عايشين هذه اللحظات، لا أكو إضاءة، لا أكو طريق مبلط، لا أكو محددات، يعني أنت تمشي يعني الله الحافظ بهذه العبارة. الله الحافظ. والله شوفي هسه غير أكون أكو إحصائيات ونعرف المناطق التي فيها الحوادث، المناطق التي فيها الحوادث القاتلة هي الطرق المستوية والسريعة، لأنه مثل ما قلنا لا يوجد حد أعلى للسرعة أو تحديد للسرعة. إذا نجي هسه نجي على اللي أنت همنا ذكرتي مال أنه ما تنفذ الطرق جديدة، تمام. العراق يحتاج بحدود يعني حسب يعني نظريات الأمم المتحدة يعني وحسب كثافة السكان للمساحة يحتاج بحدود 400 ألف كيلومتر من الطرق الموجودة. إيش قد أقل من 200 ألف، أقل من 200 ألف، يعني بحدود 150 ألف، يعني بحدود ربع إلى 30% من حاجة الطرق موجودة منفذة، والجسور كذلك، والطرق السريعة كلها مصممة من الثمانينات وما منفذ غير هالواحد، ومدى اللحق يعني مدى اللحق على صيانته على تأهيله. ليش؟ لأنه منفلتة، ماكو تحديد للأثقال المحورية، السيارات تفلش بكيفها. قبل 2003 كان عندنا أقل من مليون سيارة، أنا كنت مسؤول وأعرف العد، مليون ومئة ألف سيارة، الآن 8 ملايين، يعني السيارات زادت 800%. الطرق كم صارت تقريبا؟ ولا حسيب ولا رقيب على دخول هذه السيارات، ولا دخول ولا الأثقال المحورية، وكملتها السيطرات في أي مكان، يسوون أي سطرة وتقف مئات التريلات على الطرق وتحفرها كلها. وهذا موجود، يعني طريق التاج موجود، طريق كركوك موجود، يعني مثل ما يقول البرهان نظرة عين. بالنسبة للحوادث بالذات، يعني السبب هو عدم وجود نظام مروري مركزي ملتزم به. هو موجود النظام بس ماكو التزام بالنظام، ماكو طيب. تحديد للسرعة، ماكو تحديد العدد الركاب، ماكو تحديد للمتانة والسلامة في السيارة. طيب خلينا نتوقف عند هذه النقطة سيد عدنان، وبعدها نعود ونكمل الحديث، وخصيصا عن حال طرقنا وجسورنا، هل تحتاج اليوم إلى صيانة، إلى إعمار، كم عدد الجسور ربما والطرق اللي نحتاجها اليوم. لكن أعود إلى السيد سعدي من جديد، نظام مروري نفتقده تماما اليوم احنا عندنا بالعراق، الحوادث ده تكثر يوم بعد يوم. يمكن أشار السيد عدنان أنه السائق يتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية، لكن نتفق مع هذه النقطة. لكن إذا كانت الطرق هي غير مؤهلة أيضا للسير فيها، لا معبدة، لا أكو إضاءة، لا أكو مرور، شلون تريد السائق يعرف يسوق بهيك ظروف؟ لا، هي بالنسبة لنا احنا أكو نظام مرور وأكو قانون طرق. زين، قانون الطرق معمول به بالطرق الخارجية؟ شنو قانون الطرق؟ أول شيء به محرمات وعدم التجاوز عن المحرمات. إحنا هنا مرور سريع به محرمات 150 متر يبتعدون الناس عن هذا المحرم ما يشتغل. هسا حاطين عليه حاويات ومحطات بنزين وحقول أسماك على الحافة. زين. ويبيعون خضرة على الحافة الطريق، وهذا مو صحيح. أنا من شنت مدير طرق بغداد طلعنا كشف ويا مدير ناحية الوحدة، لقينا واحد مسوي حوض على التبليط مع الطريق اللي هو طريق الشرياني رئيسي اللي يربط بغداد بالكوت. بعدين المرور هذا تجاوز على الطرق بشكل واضح. التجاوز هو يجي رئيس الوحدة الإدارية وقال والله مو سوش يعني مسؤولية الطرق، بينما هو القانون شو يقول؟ أنا أحدد له التجاوز وهو حكومة محلية يرفع التجاوز. لحد الآن هاي مدراء النواحي من يطبق القانون؟ راح يسوي مخطط؟ لا، هي مدراء النواحي ومقيم مقامين ما يفاهمين هاي الملاحظة لحد الآن. يعني إذا صار عليهم ضغط من قبل المحافظة أو من جهات عليا يجي على الطرق، تعال يابا خلينا نشيل التجاوزات، يابا أنا ما أشيل التجاوزات. بالنسبة إن إحنا نحدد لك هذا التجاوز، هذا مو تجاوز. فهو لازم ينفذ القانون. المرور يصدر قوانين وما يطبقها. زين، احنا سوينا مشروع بملايين الدولارات اللي هي محطات الوزن وشغلناها، سيطروا عليها قوة خارجية وقاموا ياخذون بس الجباية ما يوزن السيارة. شنو هاي القوة الخارجية وشنو هذا الموضوع؟ شو يحكي لنا تفاصيل عنه؟ انا بالنسبة احكي لك الواقع.
زين. احنا عندنا محطات اشتغلت مال العماره واشتغلت محطات مال البصره. زين. من اشتغلت قاموا يصير مساومات بين المقاول وبين ابو المنفذ. يعني ابو المنفذ يدس حمولات عاليه فالمقاول يوقفه على اعتباره هو عنده محطه وزن. زين. لازم ياخذ اجراءاته. فيصير تهديد بيناتهم وبعدين كل واحد يمشي مصلحته ومصلحه البلد تصير ورا ظهورهم. هاي واحده من السلبيات. مره من المرات يعني كان الوزير واقف قال نريد نشغل محطه ونجربها وكان بوقتها الطن 5 ملايين دينار. زين. الزايد. فوزنا وحده المرور موجود وطببنا تريلا طلعت 175 طن بينما هي حموله المفروض 27 طن. فالوزير قال له 175 مليون غرامتك انت. يعني بيع التريلا مالته وما تكفي. فاحنا ما عندنا طرق تتحمل 135 طن ولا عندنا طرق جسور تتحمل هاي الحمولات. وشوفوا الروتينج لكن مع ذلك تمر من خلال الفساد من خلال الكوميشن. وبعدين مثل ما قال الاستاذ عدنان هاي الاثقال المحوريه راح تفلش التبليط وهذا التبليط لما يكون مفلش اعتيادي السياره الصغيره راح يصير لها حادث. وخاصه حتى ما نذب العبء كاملا على المواطن. مسؤوليتنا بإحداث تغيير رصين مثلا طرق جسور تبليطنا يعني احنا نشوف التبليط اليوم يبلطون ثاني يوم يتفلش الشارع نفسه يبلطوه 4-5 مرات الرصيف فيها الدموع ويرجعون يبلطوه هذا شنو هذا سوء اختيارنا للشركات مثلا احنا بالنسبه ان يعرف استاذ عدنان احنا بالنسبه ان الاسفلت بالعراق ما قاعد ينجح بصوره صحيحه يعني حتى خلينا مره سيطره في مصفى الدوره مختبر تطلع تريلا ناجحة تجي تريلا الوراها فاشلة هسه صارت معالجات وسوينا تجربة على المرور السريع في قاطع الديوانية تقريبا 200 متر ونجحت وهسه أي مقاول ما عنده بوليمرات ما يأخذ شغل احنا ضفنا مادة هسه على الأسفلت ونجحت بحيث ما يصير هذا التخدد وما يصير هذا الروتين بي فهسه يعني الاسفلت سابقا كان هو السبب؟ اي كان الاسفلت يعني هم يعني المشكله بارضنا لو حمولاتنا زايده حمولاتنا والوقت يعني انت تعرفين ساعه واحده بالصيف شلون تصير الحراره تصير حتى 60 مو صحيح؟ هاي المفروض انا هسه كمرور او كطرق امنع التريلات من الساعه واحده للساعه 5 ما اخليها تمشي على الطريق يعني مو المفترض عندها طرق وعندها وقت معين؟ حسب النظام المروري ما حد يلتزم بالوقت ما حد يلتزم فاحنا طرحنا مقترح على المرور وعلى الدولة قلنا لهم يابا احنا هسه درجة الحرارة توصل بين 50 إلى 60 ما عندنا طريق يتحمل هيش احمال ما نسيطر على احمال خلينا نوقفها يعني الساعة واحدة للساعة 5 ما تمشي التريلات على التبليط زين اذا هو شايل مثلا 150 طن زين وهي سكس ويل لما تجي توزع هاي الاثقال على المحاور مالته يطلع اوفرلود هذا وين يصير الثقل ماله على التبليط طيب يعني سيد سعدي يقول لنا من نتحدث عن العراق هذا البلد صاحب التاريخ الواجهه اللي بمحافظات واجهه سياحيه مهمه من تروح لها بالطريق يعني صعب نخلي لنا مثلا اضاءه صعب نبلط لنا شارع صعب نوقف لنا مرور ايش قد نحتاج لاموال ترصد مثلا هسه هي هاي الاضاءه حالها محال مشكله الكهرباء هسه احنا بيوتنا ما بيها اضاءه ترينا طريق خارجي 200 والله بالله طريق خارجي 200 كل تبي بكهرباء عمي خلونا بالطرق خلونا بالطرق ايش قد تحتاج اموال احنا تقاطعات بيها كهرباء اكثر التقاطعات بيها كهرباء خاصه المرور السريع بالطرق الخارجيه موجوده بالتقاطعات بس طيب خليني أرجع لسيد عدنان تعقيبك على حديث السيد سعدي بخصوص قضية الإسفلت وأنه إحنا جونا أو مناخنا ظروفنا ربما تجربة الإسفلت وتعبيد الطرق ما تكون ناجحة جدا لحين ما تم إضافة بعض المواد وبالإضافة إلى حمولات الشاحنات وإلى آخره نعم شكرا الأستاذ سعدي على التوضيح والإضافات اللي جابها بس أنا أقول يعني الحقيقة الطرق الرئيسية إحنا نعاني الآن من الطرق الرئيسية وليس الطرق الثانية والريفية هاي ما عندنا إشكال بها الطرق الرئيسية اللي تفلشت أو صار بها رتنج صار بها تخدد هي معظمها أو كلها منفذة قبل 2003 يعني عمرها الآن بين 40 إلى 50 سنة أي طريق يصمم لعمر لا يتجاوز 30 سنة لازم تعيد إنشاء على الأقل الطبقات السطحية
لل 2003 انا كنت مدير عام الطرق الجسور من 88 ل 2003، ما عندي ولا طريق ب يعني هذا تخدد. والسيارات كانت مليون والتريلات موجوده ويعني كان اكو تحديد حقيقه على الاثقال المحوريه، بس هم الاوزان كانت متوقفه. بس العدد قليل والتحميل يعني توجد عليها سيطره. بعد 2003 صار انفلات بالاثقال وصار انفلات بالتكرار، ليس الاثقال وحدها، مرات الاثقال مطابقه بس التكرار كبير فيصير تخدد. التخدد من يصير سمك 5 سنتيمات، هذا التخدد يعني الخسوف بالطريق، من يصير 5 سنتيمات يعتبر فاشل. فهو قبل ما يصير 5 سنتيمات المفروض ينقشط. الحقيقة هم أيضا إهمال من مديريات الطرق أو دوائر الطرق، وهم يذبوها السبب على التخصيصات المالية، والتخصيصات المالية يعني ساكتين، لا يجاوبون لا ولا لا، يأخذون يعني رسوم من السيارات يسموها طرق وجسور. والمفروض هذه يعني العراق يحتاج، أنا حسب حاسب يعني سنويا يحتاج 300 إلى 400 مليار دينار لأغراض صيانة الطرق، لغرض الحفاظ على الطرق. المفترض كلش قد هذه الصيانة تكون يعني سنويا؟ انت تقول 20 سنه و40 سنه عمر طرقنا وجسورنا وما حصلت بها اي ادامه وماكو صيانه. نعم 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 نعم، يعني هذا طريق التاجي، طريق التاجي منفذ من الخمسينات. الذهاب هسه تروحين الى الموصل بالذهاب ماكو مشكله، مع انه المرور كثيف جدا لانه ماكو اثقال، او اكو اثقال ولكنها ضمن المعقول. الرجعه من النباعي لانه التحميل كيفي ولا توجد محطات وزن عليها، صاير يعني ما ينوصف من السوء، لا ينوصف من السوء. يعني هي الحقيقه مو بس سطح الطريق، سطح الطريق ومثل ما قلتي انت الاناره، هسه انا هنا امشي بتركيا. سيد سعد يقول احنا ببيوتنا ما عندنا اناره، لو بنفكر بالطرق الخارجيه. ماشي تمام تمام، عندي طاقه شمسيه، مو الله منطينا شمس، ما عندنا اي مشكله بها. طاقه شمسيه هي تاخذ الضوء من هي تاخذ الضوء من الشمس وتنطينا ضوء. يعني احنا همنا قاعدين نريد كل شيء على كل شيء جاهز وحاضر، والشمس يوميا تصمت بينا وتطلع تغيب وتطلع ما نستفاد منها. صحيح. هسه هنا كلها طاقه شمسيه وتشتغل اوتوماتيك، وبالاردن طاقه شمسيه، جيراننا والسعوديه طاقه شمسيه، بكل مكان صارت طاقه شمسيه. واحنا هاي الطرق الخارجيه المفروض اناره كلها طاقه شمسيه، والناس مطيه فلوس، ماكو صاحب سياره اذا ما منطي يعني على الاقل 60,000 دينار، هذه من يجدد السنويه يسموها طرق وجسور، وما ندري الرسوم الاخرى. زين هم ماشي، مو هذه سلامه البشر، مو هاي سلامه البشر. وعندك رسوم بدك تاخذها من مديريه المرور والجبايات والى اخره، هذه ليش ما تستثمر لصيانه هذه الجسور والطرق مثلا؟ مديريه بعيدا عن الميزانيات اللي ترصد. مديرية المرور العامة تأخذها توديها لوزارة المالية، وزارة المالية تقضي بها خرجيات مال صرفيات دوائر أخرى أو ما أدري شنو، ما أعرف شنو السبب، باعتبار هي ترصد. هي المفروض من مديرية المرور العامة قبلها للطرق والجسور بدون مناقشة، لأنه هي هذه اسمها طرق وجسور، يعني هي ما يعني ما بها شنو. زائدا النقص اللي بالشوارع الموجود، يمشي واحد الى الموصل لو يلقى له كم قطعه مخطط الطريق لو ماكو، يعني يمشي عمياوي حشات، يعني اذا شويه عجه بس يطلع من الطريق انقلب. وبالليل كذلك لا توجد علامات مروريه ولا يوجد تخطيط الا في بعض المقاطع، وهم خلف الله على اليو ان دي بي والبنك الدولي سواها. الدوله ما خصصت السنه، مخصصين بعض الاموال لتجديد مثلا طريق بغداد كركوك، الحقيقه خوش بيه جهد وبعض المقاطع. هو طريق خطر جدا من سنوات، هو طريق خطر جدا. يعني كثير من العمل مطلوب، كثير من العمل، وشكوا بها اذا احنا خصصنا 1% من الموازنه من ايرادات النفط، نخصص لنا مليار دولار. مليار دولار نخصص للطرق لتحسينها بالكامل، وخاصه الطرق الرئيسيه. الطرق الرئيسيه 5000 كيلو بالعراق، 5000 كيلو متر. انا حاسب لها بالسنه، يعني حاسب لها مليارين دولار ترجع
ترجع منسقة بالكامل ما بها أي مشكلة. مليارين دولار إذا خلناها بخمس سنوات يعني بال 250 300 مليون بالسنة يعني شيء تفاليس. طيب سيد عدنان، من الممكن أن نقوم بإنشاء طرق جديدة أو جسور مثلا في بغداد وباقي المحافظات لو الطاقة التصميمية لبغداد ما تستوعب؟ نعم، بغداد بيها نقص الدنيا من الطرق. على الأقل دراسة سكوت ويلسون سنة 76 سنة 82 قدمها، نحتاج إلى 4 طرق حلقية ولا طريق منفذ ولا طريق زين. يعني على الأقل يعني قلنا يعني كان صار لنا كم سنة نأكد أو نركز على موضوع على الأقل نفذونا طريق الحلقي رقم 4 اللي هو الطريق الخارجي، هم يحد بغداد وهم ينقل الترافيك خارج بغداد ما يمر بالشوارع الرئيسية اللي هي داخل بغداد. شنو معوقات هذا الإنشاء سيد عدنان؟ شنو معوقات هذا الإنشاء؟ ليش أكو حذر من إنشاء هذه الجسور مثلا؟ أيضا طبيعتنا ومناخنا وتفاصيله، لو إحنا نفتقد إلى الخبرات مثلا. والله ما نفتقد لا إلى الخبرات، نفتقد إلى القرار. والله بصراحة يعني إيه القرار ماكو واحد شجاع يقول قررنا وننفذ. ماكو هاي يعني حسب ما اشوفها هيك. والا شنو يعني الحلول موجوده، لا توجد مشكله هندسيه في العالم ما لها حل. ما توجد الا في العراق. حلول موجوده بس الحلول تريد فلوس. تريد فلوس وتريد قرار. طيب نعم. شو تقول سيد سعدي بهالامر؟ انا عاقب على استاذ عدنان. فضل. بالنسبه لقانون مال جبايه 60,000 انا كنت مدير طرق بغداد، فكانت احنا اشبه بالتظاهره مال مدراء الطرق مال كل العراق على وزاره الماليه على هاي الفلوس حتى يرجعونا. هو القانون يقول 50% يروح للطرق والجسور مباشره قانونا ما يروح للماليه. فالناس صار اجتماع قالوا انت مدير طرق بغداد وانت قريب على وزاره الماليه، احنا نخولك تراجع مكاننا. فانا راجعت المحاسبه، كان مدير عام الدهلكي، كان عندي علاقه وياه يعني كنا بمجلس الوزراء لجنه وحده وعندي علاقه وياه. رحت قعدت يمه قلت له ما اطلع من يمك اذا ما تشوف لي هاي الفلوس وين تروح. زين. دز على الموظفه قالت له موجوده كل الفلوس بحساب 119 والفلوس مودعه من قبل المرور العام بهذا الحساب. ما نقدر نصرف منها ولا درهم. يا بليش؟ قالت والله الميزانيه جماعه الموازنه ما يقبلون، يقول ما موجود بقانون الموازنه صرف هذه الفلوس. زين من الموازنه قانون وهذا قانون الجبايه هم قانون. المحافظين جو راجعوا عليه. يعني انا اتذكر مره جو واحد محافظين قال انا عندي مليارين هسه عندي بالمحافظه مال الجبايه مال المرور. ليش ما تخلونا نسوي صيانه للطرق بيه؟ بس الظاهر هسه انحلت المشكله، قاموا ينطون مديرياتها. يعني هسه الطرق كركوك كان حسب ما فهمت صيانته من هذه الجبايه. قادرين على إنشاء جسور طرق جديدة، نزيد الطاقة الاستيعابية، أعداد السيارات بازدياد، الطرق المغلقة بازدياد، السيطرات اللي تسبب زحامات هذا أيضا شيء آخر. إحنا عندنا كوادر بالعراق ما موجودة بكل العالم، حتى الأمريكان من ناحية الكفاءة، كفاءة والخبرة وثقة النفس أزيد من جسر الصرافية. أصلا الأمريكان قد توسلوا، أنا كنت مقيم على الصرافية، توسلوا بيها يدخلون كادر من عندهم يعطونا فلوس ويشتغلون. كانت الوزيره ما قبلت وانا هم واحد الناس ما قبلت، انا كادر مالي موجود والمستشارين الاستشاريين موجوده، ما نحتاج خبرتكم على شنو تدخلون يعني. ونفذنا جسر الصرافي ورجعنا مثل ما كان. بس احنا البلد ما اعرف شنو جاي شلون قاعد يصير. اراده سياسيه. انطيش هسه مثل بعد اخر استاذ عدنان يعرف به، احنا المرور السريع رقم 1 اشراف المؤسسه العامه للطرق والجسور من الصفر الى اخر محطه، مقاطع كلها اشراف مهندسين عراقيين سواء بالاشراف بالذرعه بالفحوصات. زين لما نجي نسوي له صيانه اجيب مكتب لبناني يشرف عليه؟ هاي شلون احنا سوينا صيانه للطريق، احنا بنينا من الصفر بنينا الى ان بلطناه. يعني هسه صيانه ليش ما نرجع لصاحب العمل اذا؟ زين انا صيانه عندي كم كيلو اروح اجيب مكتب لبناني يعطي كم فلس؟ والمكتب اللبناني ينتظر سعدي شو يقول له حتى يكتب بيه تقرير ويسوي نفسه هو الكتاب. ليش نلجأ لهذه الشركات؟ مسألة الدولة تعاقدات وبها فلوس وبها ابواب للفساد، غير هي هذه الحصيله؟ هاي صار عدنان احسن خبير، هو اقدم خبير عندنا بالطرق والجسور. ما يستفادون من خبرته.
والرجل وحده يدرس ويحلل ويطلع نسب ويعطي نصائح ما يستفادون. كرجال الإرادة السياسية هي من تقف حائل اليوم أمام الخبرات أمام الكفاءات، نحتاج إلى قرار سياسي. قرار سياسي. طيب سيد عدنان، لو نرجع لحال الجسورنا اليوم اللي تمشي عليها سيارات حمل وربما أطنان كبيرة من الحمولات، هي مهيئة، هي آمنة إلى حد ما، لو إحنا اليوم نعيش أيضا خطورة لا نعلم حجمها؟ نعم، الجسور مشنصة شوية، لأن الجسور أولا يعني المواد مالها يعني سهولة السيطرة عليها، كونكريت، وكونكريت مكعب وينفحص فيه مكانه، إذا ما يجيب القوة هذه ما يعتبر فاشل، فهذه مسيطر عليها. اثنين، عندنا احنا بالتصميم الكود مالنا العراقي مال التصميم يعني يعتمد أثقال يسموها الأثقال العسكرية اللي هي أعلى أثقال حتى ما موجودة بالعالم، هذه تعتمد، وفوقها ننطي عامل أمان ثلاثة، يعني ننطيها كأنما ثلاثة أضعاف، فأثقال اللي محسوبة لها الجسور هي غير موجودة، خيالية، فبيهم خير يجيبون أثقالها ما تدير بال، بس الطريق لا، الطريق ما ممكن، الطريق يقتل التكرار، وهو يعني نوعية خاصة الطريق المرن اللي هو تبليط أسفلتي، التبليط الكونكريتي أيضا هم عليه شيء، بس التبليط الأسفلتي هذا هواية عوامل تدخل به، وكثير من الأمور يعني الحقيقة التأثير هو للتكرار أكثر من الأثقال، يعني لهذا نشوف كل منطقة سيطرة. نعم سيد عدنان، السير شوية تأثير أقل. للعلم يعني العراق يحتاج، بغداد بالذات تحتاج 6 جسور إضافية، أنا حاسبها حساباً حسب فقط في بغداد 6 جسور إضافية هسه فوراً هسه 6 جسور إضافية بالنسبة إلى عدد. هذه راح تحل حالة الاختناقات المرورية اللي نعيشها اليوم سيد عدنان. هاي تعبر 2 مليون سيارة بين الجهتين باليوم. الآن السيارات الجسور تعبر 1.2 مليون. الآن مختنقة بالكامل تعبر 1.2 مليون، إذا أضفنا 6 يعبرن 1 مليون. همنا يعني فول، بس محسوب هالشكل، خلينا نقول بالحد الأدنى. الطرق في بغداد مثل ما قلنا يعني الطرق الحلقية الأربعة، نبدأ من 4 وهكذا، كلها هي مهمة، وشبكات الربط إلى هذه الطرق بحدود 40 كيلو. عندنا بالعراق مصممة أو مقررة مهيئة يعني 4 طرق إضافية إلى طريق المرور السريع رقم 5 تربط المحافظات، يعني الطريق اللي يسميه E2 هو بغداد تكريت وكركوك وأربيل والموصل وإلى الحدود التركية، وآخر طريق من أربيل إلى حاج عمران، هذا الرابط آسيوي، يعني رابط آسيوي، ربط إلى آسيا، والطريق المرور السريع رقم 4 اللي يربط بغداد إلى خانقين، يربط إلى كرمانشاه، ويربط أيضا إلى الطريق الآسيوي، وعندنا طريق مقترح من بغداد إلى البصرة غرب دجلة، غرب دجلة يربط إلى البصرة وإلى الفاو، هذا بإيتو يعني طريق الشمال، هذا يكون ميناء الفاو تركيا. طيب طريق سريع مباشر، وعندنا عدا طرق فرعية أيضا كانت مقررة، طريق سريع يربط إلى كربلاء بسبب كثافة المرور خاصة أوقات الزيارات إلى كربلاء، وطريق آخر إلى النجف. طيب سيد عدنان ما زلت معي؟ يبدو فقدنا الاتصال بسيد عدنان، لو ما زال ويانا. نعم سيد عدنان تفضل. نعم، فاحنا ننتظر، ولا زال ولا طريق منهن سمينا بسم الله عليه، هسه على الاقل اللي نحتاجه جدا جدا هو E2 اللي يربط، يعني احنا يجب ان نربط ميناء الفاو بتركيا بطريق سريع، السياره تطلع من الفاو ما توقف غير الى الحدود بدون اي، يعني هذه طرقنا لا تصلح ان تكون قناه جافه ولا تصلح. طيب ماذا عن خططنا لانشاء انفاق سيد عدنان، هل هذا ممكن؟ والله الانفاق اولا مكلفه، انا لا اصيب الانفاق يعني في المناطق المستويه، لا اصيب لان مكلفه، يعني النفق يسوي 3 جسور بالكلفه، 3 جسور،
فخلينا هسه اول مره نعالج بالجسور بالكلف، خلينا نقول المقبوله المعقوله، انه بعدين اذا صار عندنا مجال نسوي انفاق لاحقا، لان هي لاحقا اجباري. ولو هسه في بغداد احد الطرق الحلقيه، الطريق الحلقي رقم واحد هو يجب ان يكون نفق. يعني انا قدمت ايضا هم دراسه هذه، سويت مقارنه بين نفق وجسر، النفق طلع هوايه ارخص لانه الاستملاك عالي جدا، يمر بمنطقه المنطقه الخضراء، والمنطقه الخضراء منطقه يعني غاليه كلش. فيعني ايضا يجب ان نتجه نحو الانفاق في بغداد. على الاقل عندنا نفق واحد يربط منطقه ساحه الفردوس بساحه عمان، صحيح. يعني يربط الفنادق مباشره الى طريق المطار، هذا نفق تحت دجله جدا مهم هذا، وانا حاسب كلفته تقريبا 900 مليون دولار هو هذا المشروع كله. طيب نعم. ومقدمه يعني مقدمه انا هاي المقترحات كلها مقدمها وكلها ناشرها على الموقع مالتي بالفيس، انا انشر ما شاء الله مجانا، اللي استفاد يستفاد وما استفاد الله وياه. اذا نعم. احنا اليوم ما نفتقد الى تخطيط سليم او الى كفاءات. لا، هي الخطط موجوده، لان احنا ما يعني ما نفذنا الخطط القديمه اللي صار لها 50 سنه، ما نفذها. يعني احنا خلينا نرجع نحدثها، نسوي عليها التطويرات، نسوي عليها خلينا نسميها الموديفيكيشن اللي يقلل الكلف، يسهل التنفيذ، البدائل الافضل، ونباشر. يعني هسه احنا ما مباشرين ولا بديل ولا خطوه. الناس يعني تحلم تشوف لها جسر جديد شبيه بجسر الطابقين بالصرافيه غيره. هسه هم نريد طابقين، نريد جسر عادي. جسر يعني طابق واحد زين. طابق واحد جسر عادي يعني ماكو يعني، مو قلت لك يعني هسه في يعني كلش في حاجه جدا ماسه الى 6 جسور في بغداد. طيب بحديثك عن الخطط اللي قدمتها حضرتك وربما شخصيات أخرى مهتمة بالشاهد العراقي بالعمران بوجه بغداد تحديدا الحضاري كونها عاصمة وقلب العراق، اليوم العمران داخل المدينة كيف تنظر إلى سيد عدنان من وجهة نظر خبير بالجسور؟ يعني احنا نشوف العمران داخل بغداد عملية فوضوية لا تقل عن فوضى، أي فوضى يعني فوضى، كيف المتجاوز وبكيف العمارات وبكيف المناطق التجارية والسكنية وبكيف السرع وبكيف الباركينج وين ما يريد يجي يوقف، وهكذا المرور تغرم والناس توقف والناس حائرة. فيعني هم أيضا هسه يمكن يعني نفتقد للنظام وإلى الذوق الأمرين وإلى يعني. الذوق وإلى التنظيم أنا هسه يعني دحكيكم هسه بث مباشر بس على العراقية الإخبارية مسجلاني يعني سويت لقاء ويا لواء عمار على موضوع فكرة يعني تخفيف الزخم المروري في بغداد، وهو فكرة أنه نسوي بعض الطرق اتجاه واحد، وأول شيء أنه نسوي أول مرة محاور يعني محور في بغداد واحد يريد يعبر من الكرخ الرصافة، يعني مو ساعتين يلا يوصل شارع القناة، خلينا نسمي شارع القناة شارع سريع، خلينا نقول مثلا من شارع المطار شارع سريع، يريد يوصل للقناة هسه بالوقت الحالي ساعتين. فسويت 3 محاور بحيث يوصل بربع ساعة، يوصل إلى بس شنو تحتاج إلى مجسرات، تحتاج إلى تقاطعات مجسرة بحيث ما يتوقف، لأن اللي يطب بداخل بغداد هو وشنصه يعني أنا في بعض المرات من شارع المغرب يمكن العام أو السنة من شارع المغرب إلى اليرموك ساعتين يلا وصلت، صحيح. يعني هذا قد الوقت كارثي، لأن خصوصا وقت بداية الدوام ونهايته، بداية الدوام ونهايته. هسا إجراءات بسيطة، كل الدوائر الدوام الساعة 8، يعني شكو بها إذا أكو دوائر الدوام بـ7 ودوائر بـ8 ودوائر بـ9، نخفف من العدد، صحيح. دوائر بـ2 ودوائر بـ3 ودوائر بـ4، يعني شكو بها، أكو دوائر الأمانة الداخلية ما أدري شنو كلها الدوام بـ7، بعض الدوائر الخدمية المهمة كلش تداوم بـ8، المصارف وبعض الشغلات تداوم بـ9، وما بها شيء. يعني هي يعني ليش احنا كنا في لحظة نداوم وفي لحظة نهد الدوام، يعني ما صايرة هي، يعني ما صايرة يعني ماذا نتحرك، ماذا اكو بدائل بس ماذا نتحرك بها، المفروض نتحرك بها يعني نبدأ بها، يعني نبدأ هاي إجراءات يجب أن تكون. احنا ولو ابتعدنا من الحوادث يعني
طيب لكن هي نتيجة لهذه الأسباب سيد عدنان. طيب نتيجة، نعم، الفوضى تؤدي إلى الفوضى، الفوضى لا تؤدي إلى نظام، النظام يؤدي إلى نظام، والفوضى تؤدي إلى فوضى. طيب سيد سعد أعود لك من جديد، خلينا نتحدث عن مداخل العاصمة اللي تنافي كونها مداخل نظامية وغالبا تكون مزدحمة، مظهرها غير لائق. يمكن احنا نشوف التجارب الدول الأخرى لازم تكون مزينة، لازم تكون بها بوابات تعكس عمق هذه المحافظة مثلا وإرثها التاريخي. في بغداد ما عندنا أي شيء من هذا القبيل. لا بالعكس، عندنا مداخل هسه 6 مداخل تم التصميم مالها في التخطيط العمراني بالمحافظة، وهسه الآن مدخل ديالة باشرة وبالعمان، ومدخل الموصل وحيلة إلى مقاول من قبل المحافظة، لكن المداخل توزعت بين المحافظة وبين وزارة الإعمار والإسكان. يعني هسه احنا عندنا مدخل مال بسماية على الوزارة، ومدخل الديالة على الوزارة، مدخل الموصل بدأوا به المحافظة حسب ما افتهمت حاله. فالمداخل عدت تصاميمها وبدت تعلن وتحال، ومدخل مال الديالة قاعد يشتغلون به، مدخل مال البسماية قاعد يشتغلون به. تشوفها جيدة أنت تتناسب مع يعني بغداد وحجم بغداد العاصمة؟ هو هذا يعني حل لابد من عنده، لأنه ما عندهم إمكانية يسوون أحسن من عنده. إحنا بالنسبة مدخل مال الجنوبي اللي هو مال الكوت ردنا نسوي، يعني صممه طلعت بنى تحتية ما نقدر نلغيها، بين مجاري بين كيبلات وبأعماق مختلفة، فهذا صار عائق إنه بالتصميم. فاضطروا يسوون حلول، يعني أنا أعتبرها حلول بسيطة، هو تعريض 4 أمتار من كل جهة، ويمكن بنينا جسرين على رستمية، فهذه أحسن من ماكو أنا أقول. طيب لعل البعض يتساءل ليش شوارعنا طرقنا الخارجية تفتقد إلى إشارات المرورية مثلا الضوئية، محددات الطرق اللي تدل على الطرق، وحتى قضية يمكن ما ذكرناها في بداية الحلقة قضية السرعة، يعني هذا أيضا يعود إلى النظام المرور اللي لازم يلزم به الجميع في هذه المنطقة أو في هذا الشارع، لازم سرعتك ما تتخطى مثلا 80 أو 100 وإلى آخره. بال 2018 صار مشروع تأثيث الطرق من بغداد إلى البصرة، وتأثثت الطرق لكن افتقدت إلى الصيانة والمتابعة بالإضافة إلى السرقة، فهسه يمكن ماكو ولا علامة بقت من عدة. أنا أتذكر بال 2018 قد كلفنا هذا، والله ما أعرف الكلفة ايش قد، لأن بوقت أنا ما كنت مدير طرق ميسان، بس هي كانت مديرية طرق ميسان تشرف على جزء من عدها، تشرف من الكوت إلى حدود البصرة، فبوقتها استلموها لجنة، كان اللجنة هاي متكونة قبل لا أجي، لكن يعني انتشرت يعني علامات مرورية وتأثير جيد. زين قد استمرت هاي؟ كم سنة؟ والله يمكن سنة واحدة ما استمر، صارت حالات سرقة. هسه سعد عدنان يريد ضوئية، عندنا ضوئيات موجودات، بس من يضمن ما حد يسرقها؟ هي العلامة العادية قاعد يسرقوها، النوب ضوئية ما يسرقوها. حتى إذا كانت على مستوى عالي مثلا؟ حتى لا عالي تضربها السيارة ما حد يلزمه، يعني من تضرب العلامة المرورية أو السياج مال الجسر من يصير حادث الشرطة تأخذ دورها، تحجز السائق وتغرمه. مفترض أكو كاميرات بهذه الطرق، يعني كما معمول يعني في بقية الدول، وحتى يمكن في إقليم كردستان عندنا هذه التجربة موجودة. إحنا بالنسبة لنا أنا حسب تجربتي أحكي لك، ما لي علاقة بأي شخص، طرق ميسان كنت مدير، جمعة خميس سبت دوام أكو ما دوام، أي شخص يتجاوز على الجسور على العلامات المرورية ويلزموا الشرطة ما يطلع إلا بتقرير من عندنا. حتى أنا سويت عارضات على الجسر الجمهورية بوقتها، عندي مواد أجنبية لقيتها بالمخزن، فسويت عوارض على مود جسر الجمهورية قديم، فما يتحمل الأثقال التريلات اللي تجي من المقالع، فسويت عارضة بالدخول وبالخروج. كم مره انضربت العارضه وكم مره صلحوها؟ اخير شيء صارت يعني بس فد مشكله للناس فاضطرينا نلغيها. يعني المشكله بالناس، بس انا اقول لك بالعماره مثلا، بالعماره اذا واحد يتجاوز على العارضه او تجاوز على سياج الجسر او علامه مروريه يلزم ينذب بالسجن، الى ان يجي تقرير من صيانه الطرق ميسان بانه تم تصليح العارض
يا الله يطرق مصالح. مفترض اكو طريق خاص بينما هسه هنا التريلا السياره العاليه حتى يقدر يمر بها بامان يعني أكيد. او اكو تنويه انه هذه السياره ارتفاعها كذا، هذا المتعارف عليه كما في الانفاق يعني. بالضبط، بس احنا بالنسبه انه مرات القوى الامنيه يساهلون بهاي الامور. يعني مثل هذا جسر الجمهوريه خليت عارضه، شلت العارضه، انا افتهمت انه الفجر السيارات تعبر عليه يسلسلوها. ليش؟ لأنه شرط المرور ما مداوم أو النجدة ما مداومة بهالوقت هذا، بعدهم ما مباشرين بالعمل. يعني تعبنا إحنا كمديريات، تعبنا ويا الناس ويا التجاوز ويا عدم تطبيق القانون. زين أنت مثلا كمهندس تعبت على فد شيء واشتغلته وصممته وبنيته، يجي واحد يعبث به تنقهر، مو صحيح؟ وماكو قانون يردعه. هنا بغداد بطلنا نأسس هذه الشوارع. سيد عدنان شو تقول بهذه القضية؟ يعني تأثيث الشوارع، رفضها بلائحات، إعلانات تخص ربما الطرق، تأثيث الطرق بشكل عام. يمكن ذكر السيد سعدي أنه إحنا يمكن هذه التجربة كانت في ميسان تحديدا وما نجحت، يمكن سنة واحدة فقط وبعدها تعرضت لكسر، لسرقة إلى آخره. هنا نحتاج إلى تثقيف المجتمع بهذا الاتجاه، ونحتاج إلى مراقبة، إلى نظام مروري، إلى كاميرات ربما ترصد أي مخالفة، ناهيك عن المراقبة الحثيثة لهذه المديريات. نعم والله، هي مثل ما تفضلت يعني هي الحقيقة الطرق تقريبا خالية تماما من العلامات يعني، وحتى داخل المدن يعني واحد يجي إلى مفترق طرق داخل بغداد ما يندل وين يروح، يروح يمنى يعني لو يسرى لازم يسأل، ما لا ما يعرف اليسرى وين يروح، خاصة إذا يروح على القناة تطلعين من أي تقاطع ما تعرفين هذا التقاطع وين يروح. العلامة لو قديمة لو منتهية، وصار لها هناك بعض العلامات صار لها 20 سنة مهشمة على طريق صلاح الدين مهشمة، يا بد بدلوها يعني، ما معقولة. إحنا مدى ننطي أهمية لموضوع السلامة العامة ثقافة وممارسة. يعني الثقافة هو تثقيف الناس، يعني الطلاب إلى صف إلى الثالث إلى 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 أن يتخرج من الكلية هو ما سمعان بالمرور، لو بالصدفة لو ما نهائي ماكو. برامج المرور قبل يعني كان برنامج يعني التوعية المرورية بتاج الياور الله ينطي الصحة والعافية، كان يثقف الناس وكانت محطة واحدة العالم كلها تسمعها. هسه 97 محطة ما يعرف واحد وين يذيع، فصير لازم بالمدارس لازم أكو توعية مرورية، يعني الناس تعرف اليسرى من اليمنى، العلامة شنو، يعني المخالفاتها شنو، لسلامة السائق يعني بالدرجة الأولى. نعم. حفاظا على أرواح الناس اللي تزهق يوميا. الطرق الخارجية يعني كأنما إذا واحد يمشي بها هو مغمض، لأنه أي علامة ماكو، لا تخطيط ولا علامة، فشون ما يقع حادث؟ يقع الحادث لأنه ما يدش يسوي يعني السائق. الالتزام ويعني يعني هاي العلامات رفعها اللي دا يقول عليها يسرقوها، طبعا احنا هذه كانت عندنا يعني انا سنة 88 مسوي توعية يعني مخلي سويت هيك دراسة بكل المحافظات، كل محافظة يشيلون علامة مرورية يعني مشهورة ويقفون بالسيطرة ويسألون السواق هاي شنو معنى العلامة. يعني أخذنا مثلا ممنوع تجاوز السرعة 80، هاي كل واحد يعني بعض السواق والله العظيم طلعت الثقافة المرورية لا تتجاوز 8% والباقي ما يعرفون 8% فقط. عندي دراسة موجودة في كل محافظة، إيش قد نسبة اللي يعرفون، إيش قد نسبة اللي ما يعرفون، إيش قد من سواق القطاع الخاص وإيش قد من الحكومي. الحكومي نهائي، هذا نهائي، ما داير بال يعني نسبة الثقافة المرورية تساوي 0، فما ما حد ينتبه. والآن حتى الاختبارات المرور، اختبارات المرور شكلية وما يعتني بها، هو يجوز يعني حتى يقراها حتى ما يلتزم بها، يعني يمشي بالشارع ويشوف ممنوع سرعة أكثر من 80 وهو يمشي 150 ولا يم الموضوع. هاي مسؤولية منو؟ ومسؤولية المرور العامة بالدرجة الأساس؟ بس مسؤولية أبو المرور. أبو المرور المفروض يخلي كاميرات وعقوبات رادعة لمن يتجاوز السرعة، لأنها هي سبب الحوادث. السرعة هي سبب الحوادث القاتلة. أما الحوادث الأخرى فيكون الطريق سببها والسيارة سببها. أما القتل
القتل تكون السرعة فقط، الطريق لا يكون سببا في إلا إذا كان جيد جدا وسائق غير منضبط راح يكون. إذن نحتاج بالإضافة إلى قضية طرقنا المتهالكة، نحتاج إلى نظام مرور رصين يحاسب على قضية السرعة بشكل حقيقي ودون أي تسويف. ونشوف احنا نشاهد يمكن اللي يطلع خارج بغداد يروح لاقليم كردستان، يمكن هذا اليوم هواي ضربت بها مثل على اعتبار هي اقرب تجربه، والى مناطق اخرى او دول اخرى يلتزم جدا بقضيه السرعه، ليش في بغداد وباقي المحافظات ما يلتزم؟ لانه مستغلها يعني يشوف انه ماكو محاسبه او يفك نفسه باي شغله. فهم ايضا يعني حرص رجال المرور مع احترامي لهم وتعبهم، ويعني الحقيقه انا اشوف في بغداد مثلا، بغداد هي هسه المتربع على عرش الفوضى المروريه. بغداد يعني انا من اهل بعقوب، اروح البعقوب والتزم بالترافيك احمر ما عبر. زين اجي بغداد كيف المرور او بكيفي، يعني انا شو اشوف بكيفي، اطلع ابقى واقف كيفي يعني. سيد عدنان انت شايف التقاطعات عندنا في بغداد؟ يعني الله يعين المرور عليها، أنا هيك أريد أقول. التقاطعات الله يكون في عون المرور، والحقيقة هي ما تشتغل إذا ما المرور يشغلوها، لأنه ما واحد ينتظر، ماكو انتظار. العراقي السائق اللي عنده دقيقتين كأنما يوم، كأنما منتظر يوم. بينما إحنا هنا هسه إحنا يعني أنا بدي أحكي، أنا رحت إلى مدينة ألانيا، مدينة ألانيا 130 كيلو متر عن مكاني أنطاليا، رحت على أصدقاء هناك عراقيين البارحة 130 كيلو متر، ساعتين ونص على وصلنا. زين ما يقدر يجاوز 70 كيلو متر بالساعة السائق عندنا، وسيارة صالون والباص والشاحنة 50 كيلو متر بالساعة، انطيني طريق بالعراق واحد يمشي به 50، ماكو. فهل هذا ومع هذا عندهم حوادث موجوده، الحوادث تصير، الحوادث لا توجد دوله في العالم فيها الحوادث صفر، ولكن الحوادث القاتله هي الكارثه او نسبتها. فهذه يجب ان تكون يعني على الاقل على قولتك انت مثلا، عندنا مثالي عندنا احنا داخل العراق كردستان، اقليم كردستان، واحد يروح هناك الضبط الوزن مضبوط، السرعه مضبوطه، الاتجاه استنسخ التجربه، شنو الضير؟ يعني احنا ليش يا عيني محتاجين استنساخ؟ والله لا محتاجين استنساخ، والله العظيم بس محتاجين اراده، والله العظيم فقط اراده، فقط اراده، كنا فاهميها وكنا نحب نأديها، وكنا وياه تحكين وياه ويتبجح انه عمر حضارته 7000 سنه، وهسه بهالمنظر هذا اللي ما موجود بالعالم، ما موجود بالعالم للعلم يعني، ما موجود. وجميعنا مسؤولين بالنهايه، جميعنا مسؤولين من الافراد، انطلاقا من الافراد الى اكبر مسؤول. والله احنا كنا بنكسر روسنا على هذه الفوضى، ولا نرضاها ولا نحب هالبلدنا ولا نريد هالبلدنا. وممكن ان نرجع كما كنا، نرجع كما كنا، نظام يعني نظام نمشي حالنا حال العالم. نظام احنا بلد احنا بلد الهندسه والمعماريين العظماء الكبار يعني يؤلمنا حقيقه، والرقي والقوانين. المشكله احنا اول من نفذ من سن القوانين، واحنا هسه اول من يخالف القوانين كلها، كل القوانين مخالفه، ماكو قانون ما مخالف ابدا، كل القانون مخالف. نعم. يعني من يصير قانون ولا كانه موجود. نعم. المهندس عدنان أحمد مظلوم الخبير في الجسور، أشكرك جزيلا، كنت ضيفا كريما في برنامجنا، شكرا لك ولكل ما تفضلت به من معلومات قيمة، شكرا جزيلا لك، وأيضا للسيد سعدي عبد الرضا مدير الطرق والجسور في بغداد وميسان أيضا السابق، شكرا جزيلا لحضرتك سيد سعدي. لكم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة، في أمان الله.